عليكم السلام استاذ صلاح، حياك الله. دعني اولا اترحم على ارواح الشهداء. حاليا في مستشفى فضيل شهيدين في مستشفى فضيل حاليا، واخر مصاب في حاله حرجه جدا، والاصابات بغناصين، والصور موجوده ومتوفره لديكم، وهناك فيديوهات موجوده حاليا الناس ممكن تراها وتشاهدها اذا في شاشاتكم في امكانيات زي دي. يعني هو كان اليوم كانت هناك اليوم مسيرة في موكبي 25 ديسمبر، أخبرنا عن تفاصيل هذه الاحتجاجات اليوم. مسيرة 25 ديسمبر المعلنة من قبل التجمع المهني السوداني، واللي هي متضامن معها أطياف كثيرة جدا من الناس وتنظيمات سياسية وغيره، حاولوا يصلوا المنطقة نقطة البداية، لكنها طبعا العاصمة كأنها أرض معركة مليئة بأسلحة ثقيلة من معدات عسكرية هائلة وكمية من التمويه، يعني حتى ناس لابسين ملابس شرطة وهم ما هم شرطة. هل صحيح أن هناك قناصة دكتور خالد؟ نعم صحيح 100%، لأنه هسه حاليا في شهيدين في مستشفى فضيل، وفي مصاب، في اثنين مصابين اطباء غير اللي بتكلم عنهم، وحاليا في يعني شهداء وفي مصابين في حاله سيئه جدا. يعني الرئيس السوداني عمر البشير كان قد تعهد باجراء اصلاحات اقتصاديه، برايك مثل هذا التعامل الامني الان مع المحتجين هل ينقض وعوده؟ سيدي الفاضل، هو في 29 سنة من الأكاذيب ومستمر في التضليل، لا أحد يصدقه، أنا لا أدري إن كان من يؤيده يصدقه، لا أدري، لكن لا أحد يصدقه، هذه حتى إن كانت وعود للتخدير، هذا الشعب السوداني قبل أي شعب آخر في العالم، حتى الصحفيين المعتم عليهم حاليا وكمية الصحفيين الحاليا يستمر عليهم الاعتقالات. قبل قليل اصيب صحفي في مقر السوداني بطلق ناري من الاجهزه الامنيه قبل قليل. هذه لا احد يصدق هذا النظام، لا احد يصدقه على الاطلاق. انا لا ادري، حتى الاجهزه الامنيه غير معروف من الذي يصدق من.